ما هي قنبلة يوم القيامة الروسية؟ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مجموعة من أنظمة الأسلحة النووية الجديدة في خطابه في عيد الدولة في يوم الأول من مارس، يعرف باسم الحالة السادسة. هذا الصاروخ وهو توربيد سريع ليس كأي سلاح نووي آخر. عند انشطار الذرة فإنها تطلق إشعاعا نوويا. الأسلحة النووية تستخدم الانفجار النووي لإنتاج ضغط وحرارة هائلين مع كمية من الإشعاع النووي كتأثير جانبي، في حين أن التوربيد النووي الروسي يستخدم مخلفات نووية لتخويف وربما معاقبة العدو لعقود قادمة. يؤكد البيان النووي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي صدر في وقت سابق من هذا العام وجود هذا السلاح، مشيرا إلى أن روسيا تطور تحت سطح الأرض توربيدا جديدا عابرا للقارات يعمل بالطاقة النووية. ما الذي يجعل من قنبلة يوم القيامة خطرة جدا؟ يقول ستيفن شوارتز مؤلف كتاب التدقيق النووي تكاليف وعواقب الأسلحة النووية الأمريكية منذ سنة 1940، يقول أن الأسلحة النووية تولد كميات كبيرة من التسرب الإشعاعي عندما يتم تفجيرها في مستوى سطح الأرض أو بالقرب منه أو حتى تحته، ويقول أن هذه الأنواع من الانفجارات النووية تمتص الأتربة أو المياه، تلوثها بحطام القنبلة، ومن ثم تطلقها إلى الغلاف الجوي. الأسلحة النووية الأمريكية التي صممت أساسا لتدمير أسلحة نووية أخرى في إطلاق نووي متبادل تنفجر في الهواء لخلق أقصى قدر من الضغط لتدمير الأهداف على الأرض. إن حجم الضغط الناجم عن قنبلة صغيرة من طراز United States Minuteman 3 من شأنه أن يسحق مدينة بأكملها، لكن هدفها الاستراتيجي يكمن في منع روسيا أو أي بلد آخر من إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، حيث أن كرة النار الناتجة عن الانفجار لا تلمس سطح الأرض كما هو الحال مع الأسلحة النووية التي تنفجر جوا. الأضرار الوحيدة فقط تكون ناجمة عن مخلفات السقوط النووي الملوث وجزيئات الهواء التي تكون بتلامس معها، كما يقول شوارتز. عندما يحاط سلاح نووي حراري عفوا بنظائر معدن الكوبالت 59 كما هو الحال مع توربيد الحالة السادسة الروسي، فإن النيترونات السريعة التي تفلت من الانفجار ستتحول فورا إلى نظائر الكوبالت 60 المشع التي تتبخر ثم تعود إلى سطح الأرض لتغطي مئات أو آلاف الأميال من موقع الانفجار. يمكن لقنبلة يوم القيامة أن تجعل آلاف الأميال المربعة غير صالحة للسكن ولا للزراعة لما تبقى من القرن، وتكون النتيجة عبارة عن غلاف من الكوبالت المشع ينتشر عشوائيا عبر الكوكب. إذ يمكن لقنبلة كوبالت تم تفجيرها في واشنطن أن يصل تأثير تلوثها إلى الأراضي الكندية أو المكسيكية. يقول شوارتز أن الكوبالت سيستغرق 53 عاما للعودة إلى مستويات الإشعاع الغير خطرة، وأن العناصر المشعة الأخرى يمكن أن تستمر لفترة أطول بكثير، وأي مناطق ملوثة ستصبح غير صالحة للسكن في الأساس خلال ذلك، ولن يكون الناس في الملاجئ آمنين إذا عادوا إلى السطح خلال تلك الفترة، علما أن تكاليف إزالة مخلفات القنبلة من هذا النوع ستكون هائلة وضخمة جدا.